بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أعزائنا الطلبة في برنامج التعلم عن بعد في مدارس الهدي المحمدي، وأهلا وسهلا بطلبة الصف السابع في مبحث الجغرافيا وفي وحدة جديدة وهي الوحدة الرابعة، عنوانها الأخطار الطبيعية والبشرية، وعنوان درسنا اليوم هو عن التغير المناخي. عزيزي الطالب، سندرس في هذه الوحدة عن الأخطار الطبيعية والبشرية، وسنستخدم في درسنا هذا الكثير من الخرائط، وكذلك سنستخدم الصور والأشكال البيانية، وكذلك سنستخدم مهارات التفكير والتحليل، ونستخدم أسلوب البحث العلمي وحل المشكلات. ولا ننسى أن نفتح كتابنا المدرسي على صفحة 44 لنبدأ درسنا. عزيزي الطالب، بالنسبة للأخطار الطبيعية والبشرية، وهي ما يسمى بالكوارث الطبيعية، تعرف بأنها مجموعة من الأنشطة الطبيعية العنيفة المتطرفة، وهذه الأنشطة الطبيعية المتطرفة تحدث بشكل مفاجئ وسريع مباغت، لا يسمح للإنسان باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للتخفيف من حدة أثارها التدميرية، ومنها ما هو مرتبط بالتركيب الداخلي للأرض مثل الزلازل والبراكين، ومنها ما هو مرتبط بالظواهر الجوية المناخية القاسية المتطرفة مثل الفيضانات والحرائق والأعاصير. وكذلك هناك كوارث طبيعية مرتبطة بالنشاطات البشرية، مثل أن يقوم الإنسان ببناء المساكن والمنشآت في مكان خاطئ وإهمال التدابير اللازمة للحماية من مخاطر الظواهر الطبيعية. كما تلاحظ عزيزي الطالب في هذه الصور التي أمامك، هذه بعض الكوارث الطبيعية التي تحدث بشكل مفاجئ، ومنها كما تلاحظ الفيضانات التي تدمر المدن، وكذلك الحرائق، وكذلك البراكين والأعاصير والزلازل، وهذا ما يعرف بالتسونامي نتيجة الزلزال المفاجئ، وحدث مثله في المدن الساحلية في أندونيسيا وفي الصين وفي اليابان. إذن هذه الكوارث الطبيعية. سنتعرف عزيزي الطالب على مفهوم التغير المناخي. ما مفهوم التغير المناخي؟ التغير المناخي هو اختلال في الظروف المناخية مثل الحرارة وأنماط الرياح والتساقط الذي يميز كل منطقة على الأرض، وهذه التغيرات المناخية الشاملة تؤدي على المدى الطويل إلى تأثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية والطبيعية. لنتعرف عزيزي الطالب على الشكل البياني الآتي. هذا الشكل يشير إلى ارتفاع درجة حرارة. يؤكد علماء الأرض أن الأرض شهدت تغير في مناخها في السنوات الماضية، وقد تم تسجيل أشد درجات حرارة بين عامي 2000 إلى 2015، فمعدل درجة حرارة الأرض قد شهد ارتفاعا بحوالي 85% من الدرجة المئوية في آخر 100 عام. لنجيب على أسئلة في نهاية هذا الشكل البياني. لاحظ الشكل البياني يشير إلى ارتفاع درجة حرارة. لماذا يشير هذا الشكل؟ يشير إلى ارتفاع درجة حرارة كما تلاحظ لهذا الارتفاع. ما مقدار الارتفاع الذي تشهده حرارة الأرض؟ بمقدار 85%. عزيز الطالب، ما هي أسباب التغير المناخي؟ أهم أسباب التغير المناخي هو النشاط الصناعي، فاتباع البشر أنماط حياة أكثر اعتمادا على الآلات، أيضا ارتفاع الطلب على الطاقة، أيضا حرق المزيد من الوقود، ورفع نسبة الغازات الحابسة للحرارة. وهناك أسباب أخرى مثل عوادم السيارات والحرائق، وكذلك الحروب، وكذلك التجارب النووية. هذه كلها عوامل تؤدي إلى التغير المناخي وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، كما ذكرنا قبل قليل أنه زادت حرارة الأرض بمقدار 85% مقارنة مع مستويات ما قبل الثورة الصناعية. الثورة الصناعية طبعا أدت إلى إحراق الملايين من الأطنان من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، فساهم ذلك في إطلاق غازات داخل الغلاف الجوي حول الأرض، ومن أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد الكربون، إضافة إلى غاز الميثان المنبعث من مزارع الأرز، وكذلك مكبات النيفايات والمناجم، وأيضا إزالة الغابات بشكل واسع عمل على مضاعفة نسبة هذه الغازات في الغلاف الجوي.
وهذه الغازات كلها تسمى الغازات الدفيئة، وهي المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. فما هي ظاهرة الاحتباس الحراري؟ عزيزي الطالب، انظر إلى هذا الشكل الذي يوضح لنا ظاهرة الاحتباس الحراري. انتبه عندي عزيزي الطالب لكي أقوم بشرح ظاهرة الاحتباس الحراري. كيف تحدث ظاهرة الاحتباس الحراري؟ لاحظ، الشمس هي مصدر الحرارة على الكرة الأرضية، فتحدث عندما تمتص الأرض، سطح الأرض يمتص الحرارة المنبعثة من الشمس وثم تعكسها للأعلى، ثم تعكسها للأعلى على شكل أشعة تحت الحمراء. عندما تمتصها، لاحظ هنا الأرض تمتص الأشعة وتعكسها على شكل أشعة تحت الحمراء، ترسلها للأعلى فتنفذ إلى الغازات الدفيئة. أي الغازات الدفيئة تنفذ إلى الغازات الدفيئة التي تتميز بقدرتها على امتصاص أغلب هذه الأشعة. من أهم الغازات الدفيئة كما ذكرنا اللي هي غاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو CO2، وأكسيد النيتروجين N2O، وغاز الميثان CH4، وبخار الماء والأوزون O3. عندما تسخن هذه الغازات الدفيئة، عندما تسخن تقوم بعكس الأشعة تحت الحمراء تجاه الأرض، تعكسها مرة أخرى باتجاه الأرض. إذن الأرض عكست الأشعة الحمراء تحت الحمراء إلى الغازات الدفيئة، والغازات الدفيئة عندما تسخن تقوم بعكس هذه الأشعة باتجاه الأرض. في الليل تصد الغيوم الكثيفة الحرارة المنبعثة من سطح الأرض ولا تسربها للأجواء العليا أو الفضاء، فترتفع درجة حرارة الأرض الصغرى ليلا. ونسبت هذه الظاهرة للبيت الزجاجي لأن الغازات الدفيئة تعمل مثل جدران البيت الزجاجي، حيث تدخل أشعة الشمس عبر زجاج البيت وتسخن الداخل، وتعمل جدران البيت الزجاجي على إبطاء نفاذ الحرارة الخارج، فتمكث الحرارة هناك زمنا أطول. إذن هي تشبه ظاهرة البيت الزجاجي اللي هي ظاهرة الاحتباس الحراري. هذا بالنسبة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهكذا تحدث ظاهرة الاحتباس الحراري. الآن عزيزي الطالب نتعرف على بعض المعلومات الأساسية. نسبة الغازات الموجودة في الجو، الأكسجين والنيتروجين. الأكسجين يشكل 21% والنيتروجين 78%، مجموعهم 99%. إذن الغازات الموجودة في الجو هي مكون من أكسجين ونيتروجين بشكل 99%. بقية الغازات الموجودة لا تشكل إلا 1%، 1% بقى فقط بقية الغازات هي ثاني أكسيد الكربون وغاز الأوزون وغيرها وبخار الماء، كلها تشكل 1% فقط. معلومات عامة عن التغيرات المناخية. التغيرات تنتج نتيجة الاحتباس الحراري بسبب الإفراط الزائد في محروقات الطاقة. قلنا أنه الأطنان من الوقود الأحفوري اللي بتستخدم لتوليد الطاقة هاي تطلق كلها في الجو. كما أن التلوث البيئي قد جاء بمخاطر جديدة لا تقل عن خطورة الجفاف والمجاعات كأمراض السرطانات والملاريا وأمراض القلب والفشل الكلوي وأمراض الأعصاب. إن ارتفاع درجة حرارة الأرض تسبب في مقتل 150 ألف عام 2000. لاحظ، يعني مشكلة كبيرة لإثارة ارتفاع درجة حرارة الأرض، 150 ألف تسبب مقتلهم عام 2000. كما أدت موجة حر واحدة في أوروبا إلى مقتل 20 ألف عام 2003، منهم 5000 في فرنسا وحدها. كما أن ارتفاع الحرارة زاد الإصابة بالأزمات القلبية والتهاب الدماغ بالسويد. لاحظ، يعني مشكلة ارتفاع الحرارة مشكلة كبيرة تؤدي إلى قتل الناس وإزهاق الأرواح. إن التغيرات المناخية مسؤولة عن موت 700 ألف شخص سنويا، وعن 2.4% من حالات الإصابة بالإسهال في العالم، وعن 2% من حالات الإصابة بالملاريا. هذا كله بسبب ارتفاع الحرارة. إن وتيرة الكوارث الطبيعية زادت 3 أضعاف في التسعينات مقارنة مع الستينات، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وهذا بعد الثورة الصناعية اللي استخدمت الطاقة بشكل كبير وأدت إلى انبعاث الأطنان من الغازات وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون. ما هي الغازات الدفيئة؟ الغازات الدفيئة اللي قلنا كلها بالشكل 1% فقط، اللي هي بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، الهيدروكربونات، وأخرى مثل الكلورين والفلورين. هذه كلها تعرف باسم الغازات الدفيئة. ما هو الخطر؟
الخطر يتمثل الغازات الدفيئة تمثل أقل من 1% من الغلاف الجوي، بيحدث تغيير في الحرارة يتراوح من ناقص 19 درجة مئوية إلى زائد 14 درجة مئوية، وبالعكس بفارق 23 درجة مئوية. إذا عزيزي الطالب، الآن نتعرف على نتائج التغير المناخي. ما هي نتائج التغير المناخي؟ يؤدي التغير المناخي إلى عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية، وقد تحدث اضطرابات مناخية، منها أولا تغير في أنماط سقوط الأمطار والثلوج، ويؤدي تناقص مياه الشرب وزيادة الصحر، يعني زحف الصحراء على الأراضي الزراعية، وبالتالي تتأثر الزراعة المحلية ويقل المخزون الغذائي. ثانيا انتشار حرائق طبيعية بسبب الجفاف وارتفاع درجة الحرارة، ويساعد في تدمير مناطق الطبيعية للحيوانات والنباتات البرية، ونسمع في نشرات الأخبار سنويا أثناء موسم الصيف وارتفاع الحرارة عن الحرائق اللي حدثت في الغابات ودمرت الكثير من الغابات. ثالثا ذوبان الكتل الجليدية الضخمة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. إلى ماذا يؤدي ذوبان الكتل الجليدية الضخمة؟ يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وبالتالي المدن الساحلية الموجودة على سطح البحر تغرق، ويؤدي إلى تهديدها فتدمر هذه المدن الساحلية. عزيز الطالب، نتعرف على تغيرات مناخية على بلدنا الأردن، ما أثرها؟ طبعا الأردن تتصف بمحدودية الموارد المائية نتيجة وقوعها ضمن المناطق أو نطاق الجاف وشبه الجاف، والأردن يعتمد في موارده المائية بشكل رئيسي على الأمطار المتفاوتة من منطقة لأخرى، تفاوت كبير، حيث تلعب التضاريس دورا كبيرا في توزيع الهاطل المطري، والتي تتراوح ما بين أقل من 50 ملم في المناطق الشرقية والجنوبية إلى أكثر من 600 ملم في المناطق الشمالية الغربية. فإذا التغير المناخي على الأردن يؤدي إلى قلة الأمطار، وبالتالي تقل الزراعة في الأردن، وتصبح هنا الأردن مهددة بالنسبة لتوفير المياه الشرب للسكان. نتعرف على الجهود الدولية المبذولة لحل مشكلة التغير المناخي. طبعا احنا حكينا عن التغير المناخي وكيف أدى إلى قتل وإزهاق الكثير من الأرواح بسبب ارتفاع درجة الحرارة، فالدول تبذل جهود كبيرة للحد من ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. أبرز الدول اللي بتنتج الغازات الدفيئة اللي بتؤدي لظاهرة الاحتباس الحراري اللي هي الدول الصناعية، من أهمها الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. لذلك عقدت دول العالم عقدت مؤتمر في باريس في 12 من كانون الأول عام 2015. لنقرأ النص الآتي وثم نجيب على الأسئلة التي تليها. إن كوكبنا بأسره مهدد بسبب التغير المناخي، وتبقى الاستجابة الفردية للأزمات ناقصة ولا تلبي التحديات التي نشهدها، وعليه يجب العمل بشكل جماعي ودولي وبنهج دائم وشامل وبأسلوب موجه نحو تحقيق نتائج ملموسة. هذه من كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مؤتمر باريس. يعني هذا المؤتمر حضرته كل دول العالم، لأنه ظهر التغير المناخي وارتفاع الحرارة بتأثر على كل دول العالم، ليست دولة ولا دولتين ولا قارة ولا قارتين، إنما تؤثر على الكرة الأرضية كلها. ما المؤتمر الذي ألقى فيه جلالة الملك عبد الله الثاني خطابه هذا؟ اللي هو مؤتمر باريس سنة 2015. ما المشكلة التي أشار إليها صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني؟ أشار إلى مشكلة التغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة، وهذه صورة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مؤتمر باريس عندما ألقى كلمته عن التغير المناخي. طبعا أقر ممثلو الدول 195 المشارك في هذا المؤتمر اتفاقا لحد من ظاهرة احتباس حراري، من أهم عناصر هذه الاتفاقية أولا حصر ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية وإبقائه دون درجتين مئويتين بحلول عام 2100. ثانيا الحد من معدل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة احتباس حراري. ثالثا تقوم الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة ودعمها ماليا للمساهمة في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي والتحول لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة. الآن عزيزي الطالب، ما هو دورنا لنحدث تغيير؟ هل لنا نحن دور في إحداث تغيير؟ طبعا أولا يجب البحث عن الطاقات البديلة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ونلاحظ في الأردن الكثير من البيوت الأردنية والمصانع اتجهت إلى تركيب الطاقة الشمسية بصورة كبيرة.
ثانيا زيادة المساحة الخضراء، وذلك بزراعة الأشجار وزراعة الغابات، وهذا يؤدي إلى التخفيف من ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة. فعلينا أن نقوم بزراعة الأشجار في المناطق الحرجية. ثالثا نشر الوعي البيئي، وهذه الدروس وأنت كطالب الآن تأخذ عن هذه الظاهرة وهي ظاهرة احتباس حراري، هذا من نشر الوعي البيئي واستخدام كذلك مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام. هكذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا درسنا هذا، نرجو أن تكون قد استفدت وازددت وعيا في هذا الدرس. نرجو أن تقوم بحل أسئلة صفحة 49 وإرسالها لي على الخاص. شاكرا لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.